طيب بعد دلوقتي لما قريت انت بقى البيبر، قريت منها الابستراكت وعرفت ايه هي مكونات الابستراكت وقدرت انك تفهم بشكل سريع كده ملخص البيبر دي، ممكن يلح عليك بقى هذا السؤال: هل المفروض ان انا اقرا كل البيبر ولا يكفي بس الابستراكت بتاعها؟ والاجابة هنا هتكون ببساطة شديدة انه ده خطأ شائع. في ناس كتير لما تيجي تقرا مثلا بيبر جديده لسه نازله او بجد عايز يعرف بسرعه كده الناس دي لقت ايه، يقوم بس باصص على الابستراكت يقراها بسرعه يقول اه خلاص انا عرفتهم عملوا كذا 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 كذا. مره في واحد فعلا كان بيشتغل معايا وبعدين كنت بقول له طيب ده في بيبر جديده كان نشرها دكتور فلان، فبص عليها كده وقول لي ايه رايك. فبص على الابستراكت بسرعه وبعدين جه قال لي انا لقيت ان هم لقوا كذا كذا. قلت له طب هما هل وهما بيدوروا مثلا كانوا عاملين الاناليسز الفلاني للايمجز بتاعتهم؟ فقال لي معرفش. قلت له متعرفش يعني ايه؟ مش انت رحت شفت البيبر؟ قال لي لا انا بس قريت الابستراكت كده. قلت له اه دي بقى غلطة كبيرة جدا، لان القاعدة دايما ان انت تشوف البيبر كلها ولكن بتقرا بس الاجزاء المهمة اللي فيها. يعني ايه ده ما نقراش البيبر كلها؟ لا ممكن تقرا طبعا البيبر كلها، ولكن لو انت يعني a busy person بقى وانت مشغول جدا الحقيقة ومهم قوي في نفسك ومحتاج لكل دقيقة من وقتك، ففي الحالة دي لازم تقرأ الحاجات المهمة اللي موجودة. الحاجات المهمة دي ما هيش فقط الابستراكت. امال ايه بقى الحاجات اللي تتقرأ؟ خلي بالك من حاجة، ان الابستراكت ده هو مجرد 250 كلمة، وقلنا قبل كده ان هو بس هيوريك بشكل سريع جدا ايه اهم حاجة اتلقت في هذه البيبر، لكن مش هيقولك بالظبط هم عملوا ايه بالتفاصيل، لأن اللي عملوه بالتفاصيل ده ممكن يكون مهم جدا ويبقى في تفاصيل كتيرة قوي تفيدك لو انت هتعمل استادي مشابهة، او لو انت عايز تعرف اذا كان فعلا الكلام اللي مكتوب في الاستادي ده يتاخد بيه ولا هو اتعمل في ظروف لا يمكن تطبيقها او ليست مقاربة لظروف المرضى بتوعك او الناس اللي انت هتبقى بتشتغل معاهم، فبالتالي ما تقدرش انك تستفيد وتطبق هذه النتائج على المرضى بتوعك. فبالتالي هنا لازم تفهم مسألة ان الابستراكت ده عمره ما بيكون enough، والاستثناء الوحيد لمسألة انك مجرد تقرأ ابستراكت ده بس لو انت بتدور وسط البيبرز. يعني the exception is when you are looking for something specific. بمعنى ايه؟ اي حد فيكم هيبتدي في research study جديدة اول حاجة هتتقال له روح واعمل literature review او قراءة عامة كده، اكتشف ايه اللي موجود ومنشور اوريدي عن الموضوع الفلاني قبل ما نبتدي نشتغل احنا عليه. فبالتالي حضرتك بتروح بتلاقي شوية بيبرز موجودة عن الموضوع اللي انت يعني مسؤول عنه، وبتبقى قدامك هذه البيبرز وبتبقى عايز انك تاخد فكرة عامة عن ايه الحاجات اللي موجودة، او لو مثلا انت بتدور هل في حد نشر عن المسألة دي تحديدا قبل كده ولا لا. في الحالة دي اه، في الحالة دي هيبقى مسموح لك ان انت مجرد بتقرا الابستراكت فقط علشان تعرف بس هي دي البيبر اللي بدور عليها ولا دي بتتكلم في موضوع بعيد كل البعد عن هدفي. فهنا بس انت بتقرا مجرد السكيمينج او ان انت بت... او سوري السكاننج، انت بتسكان كل البيبرز اللي موجوده عشان تعرف مين فيهم اللي تمسك فيها وتقراها بالكامل. طيب يبقى المفروض تقرا ايه بقى في الارتكل؟ انت عندك الارتكل عباره عن ابستراكت وقلنا ان هو مش كفاية، وفي عندك introduction وبعدين methods وبعدين results ثم discussion. طيب ايه بالظبط الحاجات المهمة اللي المفروض اقراها؟ ده يتوقف على معرفتك المسبقة بالموضوع اللي بتقرا عنه. بمعنى انه لو كنت حضرتك ليك specific field of experience، بمعنى دي كلمة مهمة جدا 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 ان انت مثقف تماما وملم تماما بالموضوع وبالدرس وبالديزيز وبال البحث اللي حضرتك بتقرأ عنه أو الموضوع بشكل كافي وقريت فيه كتير لدرجة إن أنت خلاص ملم بأغلب الأمور اللي اتنشرت عنه ومعروفة عنه من الألف إلى الياء، في هذه الحالة أنت مش محتاج مقدمات عنه، أنت مش محتاج تفسير أو شرح لهذا الأمر، أنت أوريدي عارف الأسئلة الموجودة في هذا المرض وفي هذا الـ diagnostic modality أو أي حاجة أنت بتشتغل فيها، فمستني بس إن أنت تعرف طيب هم لقوا إيه بقى؟ انا عارف اوريدي السؤال اللي هم بيدوروا عليه وفاهم كل حاجه فيه. في الحاله دي انت مجرد محتاج ان انت تقرا الميثودز والريزلتس علشان تشوف الناس دي عملت ايه في البيبر اللي انت بتقراه له.
طيب ما معنى كلمة specific field of experience؟ خلي بالك specific field of experience دي لا تعني specialty. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لي انا كارديولوجيست فبالتالي انا هقرا اي بيبر تنزل في الكارديولوجي يبقى انا كده في الفيلد بتاعي. لا، specific field of experience معناها ان انت مش مجرد كارديولوجيست، ما انتش مجرد اخصائي ولا حتى استشاري قلب، لا ده انت واحد specialized في جزء صغير وفرع محدد في الكارديولوجي. ولذلك فانت الفوكس بتاعك محدد جدا على شيء سب سبيشالايزد وسبيسيفيك لدرجه انك ملم بكل حاجه اتنشرت فيه، فعارف كويس قوي الحاجات اللي موجوده، فبالتالي هتبقى فاهم كل التريكس بتاعت اي حاجه اتعملت ممكن تجاوب على الاسئله اللي ماليه هذا الفيلد. مثلا انت عندك ارتكل بتقارن تو انتي اريثميك دراجز مثلا، وانت راجل متخصص في الاريثميا اوريدي هتكون عارف واحد من الانتي اريثميك اللي بيقارنوا بيه، وهتكون شايف اوكي بيقارنوا بدراج جديد، وبالتالي هتقدر تعرف بالظبط ايه هي اوجه المقارنه اللي قارنوا بيها وهل هي سليمه ولا لا، وبالتالي في النهايه تكون جادجمنت راشونال واوبجكتيف عن اللي انت بتقراه ده، فبالتالي تقدر to draw your own conclusions دون شرح من الباحثين اللي عملوا هذا البحث. ده مهم جدا ان ساعتها بس مجرد هتقرا الميثودز والريزلتس. وطبعا انا هجاوب بعد شويه على سؤال مهم جدا اللي هو ليه تقرا الميثودز ما كفايه الريزلتس يا اخي وانت مش اوريدي راجل عارف كل حاجه عن الموضوع، هجاوب على السؤال ده بعد ثواني. فبالتالي هنا لو انت في السبيسيفيك فيلد بتاعك وراجل متخصص وكبير وقاري في الموضوع بشكل كافي وملم بيه يبقى كفايه عليك بس الميثودز والريزلتس. طيب خلينا نقول ان انت مش متخصص، الارتكل دي ما هياش في الاميديت فيلد اوف اكسبيرينس بتاعك. وهنا في الاميديت فيلد اوف اكسبيرينس بتاعك دي مهم قوي ان انا ابين انك هنا برضو كارديولوجيست، خلي بالك انت احنا ما طلعناش بره الكارديو اهو، لكن الارتكل بقى بتتكلم على الهايبرتروفيك كارديوميوباثي وانت راجل متخصص اريثمياز خلاص، بس قدامك ارتكل بتتكلم عن حاجة اي نعم هي برضو في الكارديولوجي اللي انت المفروض انك اخصائي او استشاري فيه، لكنها مش في الفيلد اللي انت قضيت سنين من عمرك بتبحث فيه هو بس وعارف كل حاجة وكل صغيرة وكبيرة فيه، لا دي حاجة اقل شوية في مستوى المعرفة عندك. ففي الحالة دي الكارديولوجي هو البيج سبيشالتي بتاعتك، لكن انت مش بتقضي كل يوم في حياتك بتقرأ عن الـ HCM. في الحالة دي لازم هتقرأ الجزء بتاع الديسكشن بالإضافة إلى الميثودز والريزلتس. طب هتقرأ الجزء بتاع الديسكشنز ليه في البيبر؟ يعني انت قريت الميثودز والريزلتس لو انت واحد متخصص قوي، ما انتش متخصص قوي هتقرأ معهم كمان الديسكشن. ليه بقى؟ لأن الديسكشن هو الجزء من البيبر الذي يشرح ما هي الاستنتاجات، يعني بالبلدي كده الأرقام اللي متقالة في الريزلتس اللي اتبنت عليها على هذه الميثودز تعني ايه، معناها ايه. انت كواحد علشان بعيد عن الديزيز ده ممكن ما تبقاش فاهم الارقام دي، نفهم منها ايه او نطبقها ازاي، نستفيد ايه منها يعني. ففي الحالة دي لازم تقرأ الديسكشن لان انت ساعتها مش هتقدر تدرو يور اون كونكلوجنز، لن تستطيع استخدام هذه الارقام في التوصل الى نتائج عملية تستطيع تطبيقها على المرضى بتوعك او على الابحاث اللي انت بتجريها بنفسك. فهنا كان لازم نضيف معاك الجزء بتاع الديسكشن. طيب افرض بقى ان انت يعني انت طالب بقى ولا حاجة، هنا يعني طبعا الجزء ده اللي انتوا ايه يعني في ناس كتير هتحبه قوي. طب انا طالب، انا ما يا عم ولا انا سبيشاليست ولا انا في الاميديت فيل ولا اي حاجة. لو انت كومبليتلي اوتسايد بقى وبتتعامل مع بيبر جديدة او ما انتش سبيشاليست اصلا في المجال، في الحالة دي يبقى انت هتستفيد قوي 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 من جزء الانترودكشن، وده اول جزء هتقراه. لو انت سبيشالست هنا هتقرا الميثودز الاول ثم الريزلتس، لو انت سبيشالست بس مش في الاميديت فيلد هتقرا الميثودز ثم الريزلتس ثم الديسكشن. لو انت ما انتش سبيشالست اساسا لازم هتبتدي بالانترودكشن الاول، يعني في الاخر من الاخر هم انت هتمشي بالترتيب الطبيعي بتاع البيبرز، بس الفكرة ان انت على حسب خبرتك هتبتدي بالانترودكشن. ليه؟ الانترودكشن سيكشن بتاع اي ارتكل هو ده اللي بالظبط بيشرح لك هما ايه اللي خلى اصلا الباحثين دول يفكروا في البلساري دي، يعني هما ايه السؤال جه على بالهم ليه. هو ده المفروض لأي انترودكشن في الدنيا بتشرحه، ان هي بتفهمك احنا اصلا ايه اللي جابنا الى
اللحظه اللي قلنا فيها هنعمل هذه الاستادي، كان ايه السؤال المطروح، كان ايه البيشنتس اللي بيعانوا منه، كان ايه المشاكل الموجوده في البيبرز السابقه، ايه بالظبط السبب اللي خلانا نعمل كده. زي بالظبط لو حد فيكم كان يعني مهتم بالشعر، او لو تفتكروا ايام الادب العربي كان في حاجه اسمها التجربه الشعريه، اللي ايه هي التجربه اللي مر بيها الشاعر اللي خلته يكتب هذه القصيده. مش عارف توفى ابنه فكتب هذه القصيده رثاء فيه، مش عارف فقد زوجته فبالتالي كتب قصيدة غزل، وهكذا. هي دي التجربة الشعرية، هو ده الانترودكشن اللي بتتعمل في أي ريسيرش ستادي، إيه اللي خلاه يعمل كده. فمن هنا أنت لازم تستفيد من الانترودكشن، ثم يليها الميثود، ثم الريزلتس، ثم الدسكشن. فبالتالي أنت كده عرفت إيه بالظبط اللي تقراه في البيبر على حسب خبرتك فيها. ولذلك ده يفسر ليه أنت كطالب هتيجي تبص على البيبر وتقول إيه ده، صعبة، أنا مش قادر أفهم، دي تقيلة كده ليه وبتاع. معلش، عشان المطلوب منك إن أنت تقراه كتير. ليه؟ لأن أنت ما عندكش خبرة سابقة في الموضوع. ولذلك تستغرب تلاقي واحد مثلا أستاذ كبير، أو واحد بقاله فترة بيعمل ريسيرش في مجال معين ومحدد، تيجي تديله بيبر ما تاخدش في إيده 10 ثواني بالظبط، 10 ثواني يكون عارف بالظبط إيه اللي حصل. أنت تستغرب تقول إيه ده، معقولة وبتاع؟ طبعا، لأن هو قايم نايم ليل نهار ما بيعملش حاجة غير الفيلد ده، الديزيز ده بالذات، الحتة الصغيرة دي هو اللي بيقرا في كل فتفوتة بتتنشر فيها، هو عارف أولها من آخرها.